الله يسلمك يا استنصرة. كنت فين لحد الوقت؟ كنت بهاوي على روحي من كف امبارح. شورتك طلعت اللي هي جوازة ميسة حد ايد قلبه نار. اهي قادت يا اختي بس ما طلتش غير عبايتي. الافندي عايز يصغرني في السوق يا نصرة. ويعني لو البت كانت باتت في فرشتك كان حيكبرك؟ ما انت عارف ان ده هيحصل كده كده. ولا عمره كان هيحصل. كان هيقهر قلبه بس ويخلي سيرته في كل لسان، ولا كان هيقدر يؤمر ولا يجبر اي حد في السوق. طب اهدى اهدى يا معلم. شو اهو بنت ليه وبنت ليه، واللي نفسه طويل بقى في الاخر هو اللي هيعوش. انت حاسبها ازاي بس يا ست الست؟ حاسبها ازاي؟ قرش رايح وقرش جاي يعني؟ لا، لو على القرش عندنا اللي لو كلمه يخلص. انما ده اسم يا نصر اللي عايش بيه فوق الخلق، وبعد ما اموت هيفضل فوق الخلق. طولت العمر ليك يا معلم. اسمع مني. لا اسمعي مني انت بقى المره دي. احنا لازم نخلص ونشوف لها ناهيه. الله، هو انت محضر له حاجه جديده ولا ايه؟ هيحصل. وحياتك لا تفنوا صاحب ايديه. لا يا معلم اوعك تقل عنك. احنا اتفقنا نقهر قلبه ونجيب رقبته تحت رجلينا، بس ما اتفقناش نخلص عليه. كل وقت وليه اذان. يبقى تصم ودنك عنه وتسمعني بقى. لو كرهه بحق يبقى هنفضل على حال نضربه مرة واتنين لحد ما نوجع قلبه، وهي العيشة بقهرة ولا رمية التربة. يا لهوي، سافر فين؟ وازاي يعمل حاجة زي دي من غير ما يشوركوا كده برضو يا أحمد؟ توجع قلبنا عليك. لما هو سافر يا أخويا، البوليس اللي جه خدك ده كان عايز ايه؟ اخوي كده شكله سافر، طلع باسبور من بتوع الهجره الشمال. احمد، لا حول الله يا رب، ليه بس كده؟ انت لازم تتصرف يا سيد، لازم تعرف احمد فين ولازم تجيبه. بالهدوء يا اختي، هيتصرف ان شاء الله. امتى هيتصرف؟ امتى؟ احنا قاعدين وباصين لبعض ومش عارفين هو بياكل ولا بيشرب ولا بينام فين ولا في انهي بلد حتى. اخويا لو جرى له حاجه هيبقى ذنبه في رقبتنا كلنا. هات لي اخويا يا سيد. ليه، احنا عملنا له ايه؟ ضربنا على ايده ولا قلنا له ادفع صداع مستقبلك؟ اه كلنا ضربناه، بس على قلبه مش على ايده، لما خليناه يبعد عن البنت الوحيده اللي حبها في حياته. وانت يا سيد هنتو، هنتو قدامنا وقدام نفسه كمان لما خليته يطلقها. انت كسرته يا سيد. كفايه بقى كلام، كفايه. ما بالراحه بقى يا اختي، ما اخوه برضه زي ما هو اخوكي. اخوه؟ ولما هو اخوه مش عايز يتصرف ليه؟ سيد انت لو مش هتتصرف انا هروح لنصرة، وهي اكيد هتعرف تتصرف. نصرة؟ لا نصر ولا غيرها يعرفوا يجيبوه. وكفايه كلام بقى، انا مش ناقص. ليه؟ هو فين؟ هو انت يا سيد عارف هو فين؟ مش عايز تقول. اخوك في داعش. ارتحتي؟ الله الله، الشبح المصري سيد بوخارست، ده انت وحشني بالزاف والله. وانت كمان وحشني يا صاحبي. اسمع، انا عايزك في مصلحه وقتي. عايز بضاعة جديدة؟ لا، اخويا احمد اللي حكيت لك عنه زمان قلب عقله ومشي ورا اولاد الحرام لحد ما وقع مع بتوع داعش. داعش؟ تحقيقات بوخارست ده حصل؟ ايوه حصل. الامن بلغني ان هو اتلقط من لبنان على الحدود مع سوريا، ما قالش حاجه تانيه. ولازم اعرف مكانه فين بالظبط. ليك سكه؟ كل حاجه وليها سكه، ما دام حط رجله بلبنان هجيب لك خط سيره. بس في الانجاز مفيش وقت ابريك. اول ما اوصل لحاجه هكلمك. اطمن. ماشي يا صاحبي، في السريع. عملت كده ليه يا احمد؟ معقول اخويا انا الدكتور احمد اللي الكل كان بيحكي ويضحك عن ادبه وشطارته يروح مع بتوع داعش؟ مين يصدق الكلام ده؟
الوقت كان شايل في نفسه كتير، فضل يكتم في روحه لحد ما أذاه. استهدي بالله يرحمه وادعي له ان ربنا يرد العقل. ونهبها بالله، بس ده رمى روحه في النار بايديه. احمد حصل له كتير، الكل جه عليه لما غلط، مش بس كده ده حتى اللي حبها كسرته. يقوم يعمل كده مهما كان اللي حصل؟ هو بيعاقبنا يعني ولا بيعاقب نفسه؟ ما كلنا الدنيا جت علينا وداست، ادينا صابرين ومكملين ومستحملين، ليه يعمل كده؟ ليه؟ استهدي بالله يا بنت، الحب الكبير وبيقف مع الغلاب. يا رب طمنا بأي حاجة حلوة. طب خلص معاه وكلمني. يلا سلام. ممكن بقى تطفي موبايلك شوية؟ طب والشغل؟ أنا الشغل. بقولك إيه؟ الكلام ده ما ينفعش هنا. ده مكان أكل عيش. شوف دماغك وديتك لفين. أنا ما فكرتش في كده خالص. شكلي كده النهارده دماغك رايقة ومزاجك في العلالي. عشان معاك وحاسة إنك بتاعي لوحدي، وأي حاجة هطلبها منك هتنفذها. هدية صغيرة منك يا ابو خريس. مفيش حد بيطلب من حد هدية يجيبها لي. احنا غير اي حد، احنا بنحب بعض. نفسي البيبي منك. ايه؟ انا فاهمه غلط؟ ما بتحبنيش؟ مفيش حد بيحب حد قد نفسه. فوايا كده وصحصحي بقى عشان نرجع نشتغل تاني. دي قصاد دي، تحرمني منها هحرمك منه. انت بتضحك ليه؟ مش مصدق اني ممكن ارجعك زي ما كنت؟ انا مش بضحك عشان كده، عشان تنسيه خالص، ده بره ايدك. انا بضحك على موضوع البيبي وان انت عندك يبقى عيال وكده. غير يا موجه، هو انت فاكره اني طرحي في الدنيا ولا اكمل الاسم واسم ابويا ممكن يبقى من بطنك؟ لا، ده انت لو اخر واحده في الدنيا مش هعمل كده. انت بتقول لي انا الكلام ده؟ اه، بقول لك انت الكلام ده عشان تفوقي. ما الوجع ساعات بيصحصح. هو انت فاكره لو جبت عيل مني ولا من غيري؟ العيل ده لو طلع في الدنيا ولا ام موجه الشايب هيعمل ايه؟ ولا انت عملت ايه كويس في حياتك عشان يبقى عندك عيل؟ عملتك. عملتك وانت ولا حاجه. كبرتك وخليتك في السوق، وكان ممكن اخلص عليك زي كتير قبلك. عملت مين؟ انا محدش عملني، لا انت ولا اللي فوقك. انتوا صحيتوا من النوم لقيتوني في وشكم، ولا انت نسيتي؟ ما تتجننش يا ابو خريس. انت اللي ما تتجننيش وتخليها تهب منك. اسمعي النهي، محدش فينا ينفع يبقى عنده عيال عشان اللي عملناه في الناس ما يطلعش على عيالنا. روح هاتي كده صوره بنتك وبص عليها كويس وافتكري لما كانت في حضنك جرالها ايه وانت وديتيها فين. وديتيها تحت التراب، مش هنعيده تاني.
ورحمة أبويا يا حسين.